سكري سكري ليك شوكي تشينيز ان يعزز اللسان على الكلام، ولكن وبليتي خصني نوصل لهم. حنا خدمنا معاهم، ضربنا مع الفنانة تعمان، مع المرحوم عبد العزيز الشهاب، استوديو رمضان، استوديو خمسة، انا وخويا ومراته والهريبان، ما خلينا فاش خدمنا. ولكن عزيزي خلنا واحد البصمة جنايا، صديق قبل الطريق. مسكين اي جنازة كتلقاه، اي واحد في السبيطار كتلقاه، واليوم واش لقينا شي واحد؟ يلا لقينا شي سبتي هو كاين، فين هما الاخرين؟ حنا من العيب والعار كنشوفو هادشي، مبقيناش بغينا نشوفوه، بغينا نشوفهم متاحدين وفرحانين ودايرين يديهم يد بعضياتهم ويزيدوا يعطيو، لان حنا هما علمونا الخدمة، علمونا الوقت، جينا هو ديال التورناج وكنضربو معاهم وكيوقفوا معانا وكنزيدوا، ولكن دابا راه ولات القضية ماشي هي هاديك. كنطلب منهم يعطيو واحد، يردوا الاوراق ديالهم ويرجعوا يعطيو يد الله لبعضياتهم. بحال اليوم ما حضروش ليه الناس بزاف، حنا يلاه كنشوفوا الناس اللي عندهم نقدروا نمشيو، حنا عندنا كلشي سواسيا، وهاد البلاصه راه اي واحد غيجي لها، كبير شانو صغير شانو. تحيه جماعويه لكم جنود الخفاء اللي بيكم باش كنوصلوا الصوت ديالنا، وبيكم باش كنعطيو. الله يسر الأمر ديالكم وشكراً.